سامع نكتة؟ الله اي والله نكتة بس مو اي نكتة، اقوى نكتة ممكن تسمعها بحياتك. الله تقول راك مصالح ها؟ الله الزمن اخبار يا حميين يخليك تشوف العجل. لا وانت صاج اي وهذه مشكلتك من زمان ما تشطرت وسويت اللي انا سويته. اسكت 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 لا تكثر حكي فاضي. اللي انت وصلت لهذا ما وصلت له بيمينك، وصلت له بالحيله بلعب وسخ. تدري شو الفرق بيني وبينك يا حميين؟ ان انا وفي لكن انت غدرت. بمنو؟ وعشان شنو؟ شوف انا وانت وغيرنا حطب دامه تحديده يحركنا مثل ما يبي حتى يودينا ورا الشمس وثمنها تكون ارواحنا. شوف ابراهيم كل شيء عنده بحسبه وحسبته فلوس فلوس وبس. هذا انت نفسه صاير طبجته تبي تصير نفسه بالضبط. شوف انا ما سقيته بعد من الكاس اللي سقاني اياه. لا انا ما نسيت وانت تدري طباخه معي عقوب. انا قلت اللي ابيه منه بس انه يعالج امي بس تتعالج برا حالها حال الناس وتلقى احد يرعاها. لكن هو لما شاف الكتاب ين وقعد وخلاني انا الوسيله الوحيده اللي توصل حي غايته الديره اللي تبيض له ذهب. بس مسكين غصب البيضه وهذا اقل شيء اسويه حق ابراهيم. تقوم تحرمه من بنته؟ بنته؟ واللي سواه بنات الناس نسيت؟ وترى على فكره هذا اللي خلى ضميرك يصحى وتنتبه وتساعد بنات الناس. ونسيت الوعود اللي كان يزينها بعيونك. شوف سامي انا وانت كل واحد فينا له رده فعل وانا اشوف ان رده فعلنا كل واحد يسويها بطريقته اللي تناسبه.